والآن إلى أبرز ما جاء في الصحف لليوم، وأبدأ من صحيفة الجمهورية حيث كتبت قالت مصادر معنية للجمهورية أن ميقاتي مصمم على تأليف حكومة خلافا لرغبة البعض في بقاء حكومة تصريف الأعمال، وذلك لإدراكه خطورة مثل هذا الأمر على مستوى الاستحقاقات المقبلة. وعلم أن ميقاتي سيبادر في أقرب وقت إلى وضع تشكيلة وزارية تتلائم مع متطلبات مواجهة التحديات الصعبة وفق مقاربته لمعايير التركيبة الأنسب لهذه المرحلة، وهو باشر لهذا الغرض اتصالات بعيدا من الأضواء. وأكدت مصادر مطلعة للجمهورية أن ميقاتي سيضع مشروع تشكيلة جدية بقصد أن تحظى بموافقة رئيس الجمهورية ميشيل عون أو أقله يمكن أن يبنى عليها. ولفتت المصادر إلى أن بعض المواقف السلبية المعلنة لا تعكس حقيقة ما لمسه ميقاتي لدى معظم الكتل والنواب خلال الاستشارات لجهة التحسس بعمق الأزمة ومخاطرها. ننتقل إلى الشرق الأوسط، وماذا كتب نذير رضا؟ تفاؤل لبناني بتسوية الأزمة الحدودية مع إسرائيل. أعاد لقاء الوسيط الأمريكي لترسيم الحدود البحرية اللبنانية مع إسرائيل آموس هوكستين مع الجانب الإسرائيلي الزخمة إلى المباحثات المعلقة منذ نحو عام، وحمل مؤشرات على حلحلة تعيد استئناف المفاوضات غير المباشرة في الناقورة في أقصى جنوب غربي لبنان حسب ما قالت مصادر لبنانية مواكبة لملف المفاوضات للشرق الأوسط. وقالت مصادر أن الزيارة الأخيرة لهوكستين إلى بيروت أثمرت إيجابية على صعيد استئناف المفاوضات، ويتمثل أهم ما طرأ عليها بأن رئيس الجمهورية أسمع الأمريكيين ما يتيح استئناف المفاوضات وبالتالي إقناع الجانب الإسرائيلي بالعودة إلى التفاوض. وقالت المصادر المواكبة للملف أن الفارق بين السابق والآن أن المفاوض اللبناني طرح زاوية جديدة للتفاوض مختلفة عن طروحات السابقة التي عقدت المفاوضات بمعزل عن تفاصيلها بهدف استئناف التفاوض. وقالت مصادر لبنانية مواكبة لمسار التفاوض والوساطة الأمريكية إن الأساس هو اتفاق الإطار الذي أعلنه رئيس مجلس النواب نبيه بري في مطلع أكتوبر تشرين الأول 2022، مشددة في تصريحات للشرق الأوسط على أنه لا يمكن إهماله كونه ينص على التفاوض وتثبيت الحدود والتوقيع في وقت لاحق. وقالت المصادر إن مجرد استئناف المفاوضات سيتيح تقديم الطروحات والتفاوض على أساسها بغية التوصل إلى حل يضع لبنان على سكة التنقيب واستخراج ثرواته من مياهه الإقليمية. نبقى في الشرق الأوسط، وعنوان آخر كتبه علي زين الدين، ميقاتي يحمل للنواب غدا مفاجآت لتصحيح خطة الإنقاذ المالي. يحظى الاجتماع المقرر للجنة المال والموازنة النيابية يوم غد الخميس باهتمام استثنائي يتعدى النطاق النيابي. وفي معلومات للشرق الأوسط من مصادر متابعة أن ميقاتي يحمل في جعبته مفاجآت تنشد تصويب المنهجية والاقتراحات الواردة في الخطة التي أثارت اعتراضات سياسية واقتصادية بسبب ما تضمنته من اقتراحات مثيرة بإلقاء الحمل الأكبر من الفجوة المالية على عاتق المودعين والمصارف، في حين كانت الآليات المعتمدة سابقا تفضي إلى شبه تنصل للدولة من موجبات دينها العام الذي يناهز رقميا 100 مليار دولار وشطب 60 مليار دولار من توظيفات الجهاز المصرفي لدى البنك المركزي. وينشد ميقاتي بحسب المصادر إعادة تكوين قاعدة سياسية واقتصادية صلبة تواكب جهود السلطة التنفيذية للانتقال بملف لبنان لدى صندوق النقد الدولي من الاتفاق الأولي على مستوى الخبراء. ووفقا للمعطيات التي تم رصدها فإن قناعات مستجدة ترتكز إلى تحديد واضح للمسؤوليات عن الخسائر المقدرة بنحو 75 مليار دولار أفضت إلى تصورات جديدة سيطرحها رئيس الحكومة تتوخى احترام العدالة بتوزيع الأعباء تحت مظلة تشاركية والتخلي تماما عن عبارة شطب وما آلتها تنفيذيا، وبحيث تتوزع الأحمال المالية الرئيسية على ثلاثي الدولة مصرف لبنان والمصارف. ويتضمن المسعى تأمين الحماية التامة حتى مستوى 100,000 دولار من حسابات المودعين ضمن فترة زمنية محددة مسبقا تتراوح بين 5 و10 سنوات وفقا للموارد المتاحة، والتخفيف بالحد الأقصى الممكن من الاقتطاع أو إعادة الهيكلة على الشرائح الأعلى وفق مروحة خيارات تشمل إشراك جزء منها كأسهم أو سندات ضمن الأموال الخاصة للبنوك التي ستخضع بدورها لعمليات تصحيح
بنيوية. من الشرق الأوسط ننتقل مشاهدينا إلى الأخبار، وماذا كتبت لينا زين الدين، أو عفوا لينا فخر الدين، من يسمي الوزراء السنة في الحكومة؟ يراقب النواب السنة أداء الرئيس نجيب ميقاتي ومواقفه بشأن تشكيل الحكومة. صحيح أن هؤلاء لا يرفعون سقوف أمالهم إلى حد التأليف الذي يصفونه بأنه أشبه بالمهمة المستحيلة، لكن بعضهم لا يكل عن المطالبة جهرا أو من تحت الطاولة بحصته الوزارية. وسيعتمد ميقاتي التوزيع المناطقي كاستراتيجية في توزيع الحصص السنية على قاعدة حصول العاصمة بيروت على وزير، وثانيا للبقاع الغربي، وثالث لطرابلس، ورابع لعكر. ولأن ميقاتي لا يفتح أبوابا مغلقة عليه، يردد في مجالسه أن الاستشارات السنية الملزمة ستكون مع الرئيس سعد الحريري في شأن الأسماء والحقائب، ولا سيما وزير بيروت. ولا يستبعد من يعرفون ميقاتي أنه سيقفل الخط مع الحريري ليجري اتصالا آخر بالرئيس فؤاد السنيورة ومفتي الجمهورية اللبنانية ليخرج باسم لا يغضب أحدا. وإذا كان البعض يستند إلى كلام النائب نبيل بدر وتلقيه وعدا من ميقاتي بإمكانية توزيعه على قاعدة أنه سماه خلال الاستشارات النيابية، فإن المتابعين يستبعدون هذا الأمر، وخصوصا أن العلاقة بين بدر والحريري ليست في أفضل الأحوال، وبالتالي لن يبيعها ميقاتي لبدر على حساب الحريري وغيره من رؤساء الحكومات السابقين. أما بشأن البقاع الغربي فإن الاسم يبدو جاهزا، وهو وزير البيئة الحالي ناصر ياسين الذي تربطه علاقات جيدة مع كل الأطراف، في حين أن الوضع مغاير في طرابلس الذي سيكون لميقاتي حصة الأسد فيها، وهو ما ينطبق أيضا على عكار، وإن كانت التسمية ستكون علنا باسم اللقاء النيابي الشمالي وسرا بشخصية يكون رئيس الحكومة قد حضر اسمها سلفا ورمى في أحضان الكتلة. أما إذا كان ميقاتي سيعمد إلى إدخال بعض التعديلات في أسماء الوزراء الحاليين، فإن البعض يشير إلى أن الجميع يتفق على سوء أداء وزير الصحة فراس الأبيض الذي صدم الجميع، فيما ميقاتي يرى أن لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل أسهما في الوزيرين بسام مولوي وأمين سلام، وتغييرهما يعني فتح معركة مع باسيل، فيما الإبقاء عليهما يعني أن ميقاتي يرسي الهدنة أو يرسي الهدنة مع العونيين. والآن ننتقل إلى أساس ميديا، وحيث كتب عبادة لدن قدوم المغتربين يزيد الوضع المالي سوءا. لا شيء يبقي الاقتصاد حيا سوى تحويلات المغتربين وإنفاقهم، لكن السلسلة الجهنمية المتحكمة بالإدارتين المالية والنقدية تجعل من موسم الاصطياف عبئا إضافيا على ميزانية الدولة وربما على احتياطات مصرف لبنان. بفعل نظام الدعم المشوه تتكبد الخزينة العامة تكلفة على شكل انفاق إضافي على كل مغترب أو سائح يأتي إلى البلاد، وأيضا تبقى هذا الانفاق أساسي بشكل أساسي، واللي هن الخبز، الكهرباء والاتصالات. تقلصت سلة الدعم بشكل كبير هذا الصيف، لكن فاتورته باتت أثقل مع وصول احتياطات مصرف لبنان إلى مدون الخط الأحمر. لكن حتى بعد تقلصها سيظل المغترب والسائح يأكل خبزا مدعوما ويستهلك كهرباء مدعومة وربما يشتري أدوية مدعومة. حتى السلع غير المدعومة لا سبيل إلى تمويل استيرادها إلا من دولارات مصرف لبنان. زد على ذلك أن هيكل تمويل الاستيراد الحالي يلقي بالعبء كاملا على مصرف لبنان الذي يوفر الاعتماد لكل شيء من القمح إلى البنزين والمازوت والدواء وصولا إلى متطلبات الرفاه. في الوقت الحالي يتكبد مصرف لبنان 200 مليون دولار شهريا من احتياطاته لتمويل استيراد البنزين. صحيح أن هذا التمويل يتم على سعر صيرفة، لكنه يستنزف الاحتياط بكل الأحوال. ومع تدفق المغتربين سيقفز استهلاك البنزين بلا أدنى شك، وسيترجم ذلك إلى فاتورة استيراد ضخمة يغطيها مصرف لبنان بدولاراته، وسيزداد استهلاك الكهرباء إن لم يكن من كهرباء لبنان فمن المولدات التي تحتاج إلى مازوت مستورد لتشغيلها.
وعلى ذلك قس استهلاك الوافدين من الخارج يقابله ضخ كل صنوف الاستهلاك، عملة صعبة طبعا من قبلهم تدخل إلى النظام المالي وتنعش احتياطات البنك المركزي. لكن المشكلة في لبنان أن دولارات المغتربين لا تدخل بالضرورة إلى النظام المالي، لأن الثقة بالبنوك معدومة، ولأن شركات تحويل الأموال تستغل الأزمة برسوم لا مبرر لها ولا مثيل في أي من الدول الطبيعية. ولذلك يغامر المغتربون بحمل النقد في محافظهم بدلا من تحويلها عبر البنوك وشركات تحويل الأموال، فيذهب جزء وافر منه إلى تجار العملة في اقتصاد الظل عفواً.